خلال زيارة عدد من المشروعات التنموية البارزة خلال شهري مارس وإبريل لعدد من المحافظات، وهي المنيا والإسكندرية ودمياط وأسوان. خلال هذه الزيارات تم تسليط الضوء على الآثار التنموية لتلك المشروعات على المواطن المصري، كما أبرزت الجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة المصرية وجميع مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة في المشروعات والبرامج المختلفة على مستوى الجمهورية. We will be watching together a documentary produced by the UN family in Egypt and the Ministry of International Cooperation. Some of the success stories in Minya, Alexandria, Damietta, and Aswan. Well, and let's watch it together. العلاقة دي مش علاقة بين دولة ومؤسسة، ولكن هي علاقة بين مصر والعالم. منظمة الأمم المتحدة هي من أهم المنظمات المبنية على التعاون متعدد الأطراف. سنة 1945 يمكن مصر من أول الدول اللي مضت على ميثاق الأمم المتحدة. In 1948, UN started its operation here in Egypt. The first UN agency that put, you know, its foot on Egypt soil was UNESCO. Everything started in 1959, 40 different countries trying to cooperate with something that was absolutely extraordinary and unique, because you can see that 22 big monuments were transferred. And that was really one of the most outstanding kind of pieces of the history of multilateralism. ده كان دليل كبير جدا انه التعاون متعدد الاطراف هو احد المناهج المهمه اللي بتتبعها جمهوريه مصر العربيه من زمان، مش بس في العمل الاقتصادي ولكن ايضا في العمل التراثي والعمل العلمي والعمل الاثري. Throughout all these many years, Egypt positioned itself as one of the most proactive member states on the global arena. الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة هو بيدفع بالتنمية المستدامة، وإحنا بنتكلم على التنمية المستدامة بيبقى دايماً في يمكن أربع محاور رئيسية: التنمية الاقتصادية، الاستثمار في رأس المال البشري، المواطن في الأساس، الموارد الطبيعية في الدولة، وبالتالي الجزء له علاقة بالمناخ، أخيراً وليس آخراً المرأة والفتيات. أضفنا عليها في الاستراتيجية الجديدة الحوكمة. دول خمس محاور مهمين جدا وهيكونوا الأساس في استراتيجيتنا مع الأمم المتحدة خلال الخمس سنوات القادمة 2023 ل 2027. As we are concluding the old cooperation framework, we want to showcase what UN is doing on the ground, to go to the field with partners and to see, you know, how these projects and programs change the life of the people. You can see the enthusiasm in the children. They want to come here. World Food Program is working with the government, with various ministries, be it with the Ministry of Social Solidarity, be it with the Ministry of Education, be it with the Ministry of Local Development, Health, as all integrators, so that we have a coordinated process. This model has worked with more than 120,000 children like these, and we're already present in 3,000 community schools. And we're working with the government every day and the local governorates to increase it and take it to scale. مشروع تعزيز تنفيذ استراتيجية السكان، احنا مش بنتكلم على السكان كعدد لكن السكان كنوعية، مستوى التعليم، المعيشة، قدرة السكان ان هم يحققوا ذاتهم، يحققوا احلامهم. فلو احنا محتاجين ان احنا يكون في مفاهيم بتتغير عن عدد الأسرة، عن دور المرأة في الأسرة، لازم نبتدي ده في سن صغير، ان الشباب يكبر ويكون هو اللي بيصنع التغيير. Very often, especially the juvenile justice systems are neglected.
Also, according to international laws, juveniles should have separate institutions. In Egypt, we are currently working in 9 institutions, but our ambition is to expand this program to all institutions. And I think we should not forget it is about rebuilding the life of an individual. The positive change will also have an impact on the family and the entire community. طبعا احنا جدا فخورين ببرنامج رائع ممتاز بجمهورية مصر العربية، وهو برنامج خدمة استشارية صحية للشباب. اليوم انا اتكلم من مركز الطبي العام بمحافظة دمياط، وجدا فخورين بالانجازات التي تمت في هذا المركز على مدى السنوات الماضية. هذا المركز احدى المراكز الموجودة على مستوى جمهورية مصر العربية، من 2500 مركز نموذجي يقدمون خدمات متكاملة مدمجة ضمن البرامج الرعاية الصحية الأولية. هي أكتر حاجة فرقها كان واضح في عيادات النساء ورعاية الأمومة والطفولة أو رعاية الحوامل، نحن منعنا ناس كتير في السن اللي هو الصغير إن هم يتجوزوا وتعرضوا للمشاكل الصحية اللي ممكن تحصل لهم لو اتجوزوا في سن مبكر. UNICEF is working to ensure that communities are getting holistic support in the area of health. We are providing support in maternal and child health related issues, so we are empowering the doctors, nurses, and also community health workers. من خلال المشروع اللي بنقدمه لدعم الصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة في 9 محافظات وعدد من الجمعيات الأهلية، قدرنا نقدم خدمات من خلالها تم الكشف على حوالي 100 ست كانت حامل، وقدرت من خلال الحصول على حزمة الوقاية العدوى من الأم الجنين أنها تلد وتجيب طفل سليم 100%، وحولهم بدل ما يبقى أسرة عندها ضحية إلى أسرة منتجة وأسرة إيجابية في المجتمع. Rabeha has trained 1,100 women on how to get jobs, and 30% of them have gotten jobs. One of the most moving aspects for me was listening to the young women and women my age saying, I'm ready for change, I have great ideas, I want to move forward, please help me move forward. And these ideas are green, they're smart, they're techno. الست لما يجي لها فلوس بتصرفها على بيتها وعيالها وبتحسن مستواهم المعيشي. انا هديكي وهعلمك وهدربك، افرضي جناحتك بقى واطلعي. مصر التطوع هو موجود فينا بالغريزه، يعني احنا ساعات بنحس ان احنا محظوظين كبرنامج ان احنا مش محتاجين نعمل مجهود كبير قوي ان احنا نقنع الناس بالتطوع، بس يمكن مؤخرا كمان بدانا نشوف انه التطوع بدا يظهر بشكل اكبر، ازاي ان هي بتاثر بشكل كبير قوي في تنميه المجتمع اللي انا فيه. In Egypt overall there are about 290,000 registered refugees and asylum seekers. Here you'll center because we know that refugees and asylum seekers are here in Egypt, but we also need that they build their future, whether it's here or elsewhere. وشفنا ازاي المستفيدين والمستفيدات من اللاجئين والمصريين فتحوا مشاريعهم، بس برضو ازاي طوروها وازاي ان هم كمان بيحلموا ان هم يطوروها اكتر واكتر. What is beautiful about the work that our colleagues from different agencies are doing here, bringing together different refugees, people from certain set of vulnerabilities, refugees, but also Egyptians living in unprivileged situations, and bring them together also to create the social cohesion within the different communities. احنا في المركز الطبي العام في دمياط الجديده بيجي لنا لاجئين كتير من معظم الدول الموجوده، سوريين، ليبيين، يمنيين، عراقيين، بياخدوا الخدمه كامله اللي المصريين بياخدوها بدون اي نقص ولا اي تفرقه في المعامله ولا اي تفرقه في اي حاجه. Access to information in this day of age is crucial to make sure that people are enabled, empowered and included in societies. People who are on the vulnerable groups in specific are segments of societies that have been left out and have not largely been unconnected, not only in Egypt but globally. And so there's a big effort globally, including ITU's Partners to Connect initiative, where we are trying to make sure that by the year 2030, all people who are unconnected are connected.
في مشروعات خاصة بالأمم المتحدة فيها تنمية ريفية، فيها بعد خاص بالتكيف لأنه في ضم حيازات لصغار المزارعين، فيها استخدام أمثل للمياه، فيها تحول من استخدام السولار والديزل إلى الطاقة الشمسية، ودي نماذج وخبرات بنحاول نعممها في قرى أخرى. المشروع وراني ازاي انا اعمل طريقه زراعيه اللي انا اعمل عليها انا اشتغل عليها. قبلي كنت مديون وبعدي سددت على الاقل ديني، وان شاء الله في الخلفه اللي طالعه هيكون معي فلوس يمكن نروح الحج ان شاء الله باذن الله. المشروع بيستهدف 30 قريه من القرى الجديده. بنفتكر ان المشروع ده قابل لانه يتمدد. شفنا حياه كريمه، وهي حياه كريمه كل اهدافها تتلاقى مع اهداف مثل هذا المشروع، لأنه مشروع منهجه هو التنمية الريفية المتكاملة. شركة سيمي كريف اشتغلنا معها من أكثر من 10 سنين، وقدرنا نعمل نموذج مصري للنظم إدارة الطاقة مماثل لشهادة ISO 50001. قدرنا إن احنا نوفر الكفاءات والكوادر المحلية اللي تقدر تشتغل مع القطاع الصناعي علشان تطبيق هذه النظم. قدرنا إن احنا نساعد عدد كبير جدا من الشركات إن هي عندهم سياسات خاصة بإدارة الطاقة، ويبقى عندهم الوحدات الداخلية اللي هي بتشتغل على رصد استخدامات استهلاكات الطاقة، ازاي يبقى في استخدامات أخرى للطاقة الجديدة والمتجددة. Since 2009, the UN Development Program has worked with the Ministry of Water Resources and Irrigation to test low cost techniques to protect the coast from sea level rise. And based on studies and consultations, a nature-based solution which was actually proposed by the local communities was chosen to protect those vulnerable areas and their people. And this is protecting up to 17 million people living in vulnerable areas. I know that the government is looking at this project as a flagship of what can be done in terms of adaptation and early warning. We are here to support the development agenda and the national priorities of Egypt very clearly. We get a lot of support from the governor, the governor's office, to exactly reach out and then engage with the community members. I really hope that as UN, we are contributing to this more sustainable, more resilient, more prosperous Egypt with the programs and projects that we do, which are part of this new cooperation framework. لما بنتكلم مع المستفيدين بنحس قد ايه حصل تأثير عليهم. لو سيدات واخدين قروض عينية بيقدروا ان هم يزودوا دخل اسرهم، لو بنشوف الفلاحين والمزارعين النهاردة قدروا ان هم يزودوا المحصول وده ايضا بيساهم في زيادة الدخول. النهاردة الاولاد في المدرسة المجتمعية كانت برضو مشروع له خصوصية جدا، لانه أولاد عندهم طموح بيحاولوا في ظل ظروف اجتماعية صعبة جداً إن هم يكونوا موجودين في المدرسة. بحب أشكر جميع شركاء التنمية في مصر، أصدقائنا من الدول اللي بيساهموا معنا في تمويل الاستراتيجية السابقة وهيقوموا بتمويل الاستراتيجية القادمة إن شاء الله.